تحية طيبة مشاهدينا الكرام حيثما كنتم. نلتقي اليوم في مدينة إسطنبول التركية وفي قلب هذه المدينة التاريخية والسياحية لنعرفكم على أحد أكبر وأشهر المساجد في هذه المدينة، يسمى المسجد الأزرق. بنى هذا المسجد السلطان أحمد الأول بين سنة 1609 و 1619. هيا بنا. 17 من طرف سلطان أحمد، هو رقمه يكون سادس من السلاطين اللي حكموا لتاريخ العثمانية. مدينة اسطنبول موجود فيها حالة 3080 مسجد. تركيا كل كامل 85,000 مسجد. أكبر واحد هو مسجد سليمانية اللي انبنى من طرف سلطان سليمان القانوني. ثاني واحد في الكبر هو المسجد الأزرق اللي انبنى من طرف سلطان أحمد. ثالث هو مسجد بيازيد اللي انبنى من طرف سلطان بيازيد الأول بالمنطقة اسمها بيازيد. المهم هذا المسجد موجود عليه ست أبواب وست معادن. تعرفوا عليه ست أبواب وست معادن، شو الفكرة شو القصة؟ أيوة، في سبب اثنين. السبب الأول عشان يكون هو سلطان أحمد اللي بنى المسجد رقمه السادس بين السلاطين اللي حكموا لتاريخ العثماني، موجود ست أبواب وست معادن. السبب الثاني، سلطان أحمد قال له على المهندس مهمت سيدفكار أبا، هو البناء المسجد مهندس اسمه مهمت سيدفكار أبا، هو يكون تلميذ معمار سنان. من يكون معمار سنان؟ هو يكون أشهر مهندس اللي كان لتاريخ العثمانيين. هو اللي بنى المسجد سليماني، أكبر مسجد اللي في تركيا. وكمان سلطان سليمان قتلوا على المهندس معمار سنان. شو السبب؟ عشان ما يديله على السلطان ثاني في نفس المهندس المسجد أثر، قتلوا سلطان سليمان القانوني. المهم قالوا على المهمت سيدفكار المهندس عشان يبني له المعادن عن ذهب. ذهب تيجي في المعنى في اللغة التركية ألطن، ذهب ألطن، والستة ألطن. فكر مهمت سيدفكار غلط لأنه تفرق لون الأنف. فكر غلط مهمت سيدفكار وبنى المسجد بست معادن. حتى أثار شوية مشاكل، أشاف سلطان أحمد المسجد فقدت ست معادن، حتى تفكروا عشان يهدوه ويبنوا المسجد مرة ثانية. استخدم نارك هو الاصل الحقيقي عشان رقمه السادس من السلاطين اللي حكموا لتاريخ العثماني. يا جماعه هو يكون اشهر مسجد في تركيا. شو هو السبب؟ السبب الاول هو الموقع في اسطنبول القديم. السبب الثاني هو اللي قريب على القصر طبقه على القصر باب العالي اللي كان مركز الاداره الدولي لزمان العثمانيين. كل السلاطين هم 24 اللي حكموا في القصر طبقه كان يجوا يصلوا في هذا المسجد. هذا السبب ليه يكون هو اشهر مسجد. وكمان تشوفوا موجود واحد قبه رئيسيه و30 قبه حواليها، 30 قبه حواليها. القبه الرئيسيه ارتفاع عن الارض 43 متر. اربعة عمودات رئيسيه ماسكين القبه الرئيسيه و14 عمود حواليها. وكمان المسجد معروف بالاسم ثانية هو المسجد الأزرق. تعرفوا ليش كمان اسموه مسجد الأزرق؟ لا أنا عندكم فكرة على البحر؟ لا. السبب من داخل هذا المسجد موجود 260 شباك. وكل شباك عليه موزايك كريستال. وهذا الموزايك كريستال أجابوه من منطقة اسمها إزنيك. هي تيجي قريب المدينة بورصة. مشهورة في الموزايك وفي الكريستال. مش الشمس تضرب على الشبابيك من برا، هذا الموزايك الكريستال من داخل كله ياخذ على لون الازرق. هذا السبب كمان ليش يسموه المسجد الازرق. مفتوح على الزياره، مفتوح على السواق، فقط اوقات الصلاه. في اوقات الصلاه ووقت صلاه الجمعه يسكروا المسجد على السواق على الزياره من الساعه 12 الظهر على الساعه 2 وبعدين عادي يفتحوا المسجد. هذا المسجد في كل شهر رمضان، في كل شهر رمضان يسكروا الميدان اللي بيضرب ميدان سلطان احمد على السواح على الزياره. وفي الامر رجب طيب اردوغان الرئيس الجمهور يوميا يطبخوا اكل فبيفرقوا لهم على الناس الفقراء اللي ساكنين في اسطنبول. شهر 30 يوم في شهر رمضان في الامر رجب طيب اردوغان رئيس الجمهور. المهم يا جماعه هو المسجد موجود في الترميم تصليح زي ما شفتوا كل الاماكن. فالان هو مسكر.
وراح يفتحوه 15 شهر 5. وكمان 15 شهر 5 فقط اوقات الصلاه راح يكون مفتوحه لك، يعني مسكر هو على السواح على زياره. ما نقدر نزور المسجد، راح اعطيكم وقت حر، وقت فري هنا في الحديقه اللي حابب يتصور، وبعدين التجمع الاخر راح يكون على الباب اللي هو على الشمال في هذا المكان. الساعة هو 12:15، 10 دقائق اللي حابب يتصور هنا، 12:25 هو التجمع على باب اللي بين عليكم على الشمال. اوكي؟ حمامات.